السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا مزيان ودائما الامور ديالكم تكون مزيانه. مرحبا بكم في قناه مريم المتنوعه. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد ترطيبه طبيعيه في المنزل. هذه الترطيبه هذه الصديقه ديالي هي اللي قالت لي بغيتك تشاركيها مع البنات، والصراحه من درسها حتى انا جربتها والنتيجه ديالها كانت رائعه. يعني الوصفه هذه كنتمنى تجربوها. مكونات هذه الوصفه هذه غادي نحتاجوا واحد صفار بيضه واحده، معلقه كبيره ديال الزبده، الا كان الشعر ديالكم طويل ضعفوا المكونات. غادي نحتاجو ياغورت بيرلي، ماشي ياغورت طبيعي، هذا هو السر في هاد الوصفه هذه. وغادي نحتاجو يعني زيت الخروع ولا زيت السمسم اللي عندكم تستعملوه، الا ما كانش كاع عندكم الخروع ولا السمسم ديروا زيت الزيتون. اول حاجه غادي نضيف الزبده مع البيض وغادي نخلط مزيان. خاصنا ندوبو الزبده مع البيض، يعني نمزجوهم مزيان حتى يولي عندنا واحد الخليط لين. وكيف ما شفتوا معايا من بعد ما خلطت البيض مع الزبده كيولي عندنا بهذا الشكل، هذا بحال بوماد كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي نضيف الياغورت بيرلي، دابا غادي نضيف زيت الخروع، غادي نضيف هاد المعلقه صغيره وغادي نزيد نصف معلقه. ايوا البنات نخلطوا هاد الشيء مزيان حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي يكون متجانس. هاد الوصفة هادي البنات في نفس الوقت يعني كتغذي الشعر، فيها البيض البروتين بيرلي كذلك غني بالبروتين، وفيها زيت الخروع اللي رائع للشعر كيقوي الشعر، والزبدة كترطب لنا الشعر، يعني مكونات كلها رائعة للشعر ديالنا. الاخوات ديالي هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه، يعني بحال القوام ديال الترطيبه كيف ما كتشوفوا معايا كيولي عندنا يعني بحال الكريم. طريقه الاستعمال البنات غادي تطبقوها للشعر ديالكم بحال الشكل ديال الترطيبه فاش كتشريوها بحال هكاك، يعني غادي تطبقوها خصله بخصله وغادي تجبدوا الشعر، يعني كتضيفوا هذا الخليط هذا الشعر وانتوما يعني كتجبدوا الشعر باش يعني هذه الوصفه هذه كتعطي النتيجه. المهم الاخوات ديالي يعني غديروا هاد الشعر ديالكم بحال شكل الترطيبه، وغادي تلفوا الشعر ديالكم بواحد الغطاء بلاستيكي وغادي تخليوها لمده ديال ساعتين، وديك الساعه غادي تغسلوا الشعر ديالكم. ومن تغسلوا الشعر ديالكم غادي تاخذوا القليل من زيت السمسم او الا ما كانش عندكم ديروا زيت الزيتون، وغادي تدهنوا الشعر ديالكم وهو يعني باقي مبلل، وديك الساعه البنات صافي يعني غادي تشوفوا الفرق من غادي نشوف لكم الشعر ديالكم. يعني هذه الوصفه هذه فعاله ومجربه 100%. تبقاو ديروها بحال هكا الا كان البنات الشعر ديالهم يعني حرش بزاف ديروها كل اسبوع، يعني مفيده للشعر. الا كانت البنت الشعر ديالها اصلا رطب وبغات غير تزيد ترطبه راه من الاول استعمال. اي وصفه البنات يعني خاصها المداومه، بالخصوص الوصفات الطبيعيه كيبغيو الصبر. المهم الاخوات ديالي انا شاركت معكم هاد الترطيبه هادي اللي طلبت مني الصديقه ديالي نشاركها معكم، وحتى انا جربتها وبصراحه النتيجه ديالها كانت زوينه بزاف. كنتمنى البنات حتى نتوما تجربوها وتلقاو النتيجه اللي تعجبكم. المهم الاخوات ديالي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما تنساونيش باللايك ديالكم، وبالنسبه للبنات جداد اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا باي جديد. الى فيديو اخر، مع السلامه.